فضيلة الشيخ العشماوي وصل. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حق. اللهم صل على حق. اللهم صل على حق. اتفضل يا فضيلة الشيخ. اتفضل ارتاح. ويجعلك سعد علينا وعلى شغلنا قادر يا كريم. اتفضل ارتاح يا فضيلة الشيخ. اتفضل فين يا مدحي؟ ارتاح يا رب. لا احب على قدين فضيلتك لا تلف معانا في الشركه دي كلها حته حته وتخطي برجلك الطاهره دي كل عتبه في الشركه عشان ربنا سبحانه وتعالى يطرح لنا البركه في المكان واصحابه. البركه تطرح في الايد العرقانه والشقيانه يا حاج. كنت بسم الله ما شاء الله عليك وعلى اولادك ما ظهر لنا انك ربيت فاحسنت الربايه. الحمد لله. وزرعت ورعيت فجنيت اعظم الثمار واحسنها. اللهم صل على النبي وبارك لك. الحمد لله. الله اكبر. سامع؟ اهي هي دي البشرى. ده غير بركه تشريف معاليك معانا هنا النهارده. ايوه امال ايه؟ خلاص بقى احنا كلنا كده بربطه المعلم نروح نصلي العشاء ورا فضيلتك وبعد كده لو سمحت يعني نروح نفتتح محل الذهب اللي في جامعه الدول العربيه عشان البركه تحل فيه هو كمان ان شاء الله. ولا ايه راي سعادتك؟ بس بعد اذنكم جميعا انا اللي هركب جنب فضيله الشيخ. ها في حد عنده اعتراض؟ يبقى بالصلاه على النبي انا هركب جنبك يابا عشان يحصل البركه انا كمان. خلاص يبقى كلنا نركب مع الدكتور احمد. الله اكبر. على دماغي على دماغي فضيلتك. اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل يا مولانا. اتفضل يا مولانا. اللهم صل على النبي. ماشي يابا. بقول لك يا شيخ عمر. خير يا حاج توفيق؟ طمني انتوا ذبحتوا كام راس؟ حسب الاتفاق ذبحنا 100 راس. الله اكبر ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. وهتودوا السقط بتاع ال 100 راس ده فين؟ السقط ايه يا حاج توفيق؟ السقط يا شيخ عمر السقط مش عارفه الفشه والكبده والكلاوي والطحال والجوهره والمنبار واللازم منه يعني الحاجات دي هتودوها فين عند المقصر؟ هو احنا مش قفلنا المصمت يا حاج توفيق؟ قفلناه بس معلش الحاجات دي تلزمني عايز اوزعها على اصحاب المصامت الغلابه. كده عندك حق. انت اكتب لي عناوين الناس دي وانا ان شاء الله هوصل لهم الحاجه لغايه عندهم. لا 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 هدي بالذات ما ينفعش لازم انا اللي اوصلها بنفسي لازم الف عليهم واحد واحد ومصمت مصمت. امال ايه؟ بص يا شيخ عمر احساسك وانت بتدي الغلابه اكنه بالظبط بتاخد ويمكن اكتر كمان. والله يا حاج توفيق يلا عشان تلحق صلاه العشاء معاهم جماعه عشان لسه هنروح نفتتح محل الذهب في جامعه الدول العربيه. وسيبك من حكايه السقط دي دلوقتي. صح عداك العيب يا حبشي دي سقطت مني. يلا يلا يا شيخ. اتفضل يا حاج توفيق. اتفضل اتفضل. بعد اذن فضيلتك استقبله. بسرعه. اتفضل يا حاج. اتفضل. تعبت كده فضيلتك هنستنى بقى المحافظ وبعدين نلف. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا. اتفضل يا باشا. سعاده المحافظ. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حافظ؟ ازاي بقى؟ عفوا. يا سيدي شرف لما ابوس ايدك. عفوا يا سيدي. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. ناخد صورة تذكارية مع بعض الأول. مالك. مالك. حلوة دي يا محمد. ادخل جنب أخوك يلا. الله حسيت لنا البركة. الله البركة يا فضيلة الشيخ. عملت اللي في دماغك برضو يا احمد وما عبرتليش. ايه يا حاجة اللي في دماغك؟ لا اله الا الله. انا عملت الصح. بص يا محمد. ما احنا برضو ما نقدرش نكتب في الاعلان الريال للاستثمار وتوظيف الاموال. ما ينفعش يا حاجة. ده يبقى اكتتاب بتقول يا عم. وبعدين لازم تيجي واحدة واحدة. ما ينفعش كده. مش قانوني. مش عايزين نخش في متاهات يا حاج. انا في عرضك. هو الاعلان حلو قوي كده وزي الفل. مجوهرات الريان. حلو قوي. حلو. والله العظيم زي العسل يا محمد. انا مش فاهم يا حاج ايه اللي مش عاجبك. موضوع توظيف الاموال ده والاستثمار هيبقى بعدين ان شاء الله الخطوة الجاية. واحدة واحدة زي ما بقول لك. ده بيجي بالسمع كده من دل 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 ده. انما كده لا ما ينفعش. ماشي يا احمد. اللي تشوفوه. بس اللي انا هقول عليه دلوقتي محدش يراجعني فيه ولا حد يقول لي لا. ماشي يا حاج. لا بقول لك يا احمد انا دماغي مش فيا. احنا من بكره ان شاء الله ننزل تسعيره الذهب باسمنا غير تسعيره السوق. معلش معلش يا حاج ما تزعلش مني بس سؤال. اقل ولا اكتر؟ اقل يا محمد واقل بشويه حلوين كمان. ماشي ماشي احنا موافقين ما عندناش اي مشاكل.
بس هو هنستأذنك يعني لو ممكن نأجل الحكاية دي شهر ولا حاجة. شهر ليه؟ شهر يعني إلا يحصل في الشهر ده. طيب خلاص. أهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اتفضل. يزيد فضلك يا أخويا، الله يستر أصلك. يا ريت لو ممكن يعني شوية شاي صغارين كده. سكرك يا حاج. مظبوط. يا ممدوح، اتنين شاي لو سمحت. حاضر. تأمرني يا حاج. الأمر لله، بس نتعرف الأول. اسم الكريم إيه إن شاء الله؟ جورج. جورج. حلو اسم جورج، عشت الأسامي. تعيش. بص يا جورج يا أخويا، أنا هجيب لك من الآخر كده. أنا عايز أشتري المحل. المحل ولا الذهب اللي في المحل؟ الله ينور عليك، الذهب اللي في المحل. كله؟ كله إن شاء الله. هتبيع لي الكيلو بكام بقى؟ بسعره يا حاج. بإيه؟ بسعره؟ لا حلوة النكتة دي. جرى إيه يا جورج يا أخويا؟ ده أنت كلك مفهومية. بقول لك هاخد الذهب اللي في المحل كله، تقول لي بسعره؟ لا لا لا، أنا هأثر عليك الطريق وأقول لك على الخلاصة. أنا هاخد منك الجرام أقل من سعره في السوق ب 30 قرش. ما هو هدفع لك الفلوس كلها دلوقتي حالاً كاش. بالمفهومية كده شغل دماغك يا سي جورج وركز معايا. اللي هتفضل تبيع فيه 3-4 أشهر أنا هاخده كله وأدفع فلوسه كلها في التو واللحظة. معلش بقى، ما تأخذنيش يا سي جورج يا أخويا. لو انت موافقتش هخطف رجلي على المحل اللي قصادك، اقعد اشرب الشاي بتاعي هناك واخد كل الذهب اللي انا عايزه وبالسعر اللي انا عايزه. ايه رايك بيه؟ سكر ولا سكر؟ طب نفترض ان صاحب المحل مرضاش يبيع لك الذهب بالسعر اللي انت عايزه. افترض براحتك، وانا برضو هتصرف براحتي. ولا ايه يا اخويا؟ ولا رجل ربك هو اللي هيكون. هات انا. بس انا متهيألي يعني يا جورج ان صاحب المحل لما هيشوف الفلوس دي قدامه متهيألي كده انه هيوافق على طول ان شاء الله. لا يا حاج، انا موافق. اديني دقيقة واحدة. دقيقة واحدة هتعمل ايه؟ هقفل باب المحل وارجع لك. كده اقفل يا اخويا، اقفل. فتحت خلاص كده. الله ينور عليك. عد الفلوس انت بقى. تمام. وانا عاوز الذهب مع مصطفى. امزج ورقه وبعدين جمع في الاخر. تنساش بقى ايه تياخد مصطفى. ايه بتقول الكلام ده؟ رجالتنا. الله يكرمك. يلا دي بسرعه. عفارم عليك يا حاج، عفارم عليك والله العظيم ما يجيبها الا رجالها. بس شيرين الفرق ده انا اللي هاخده. انا بقول لكم اهو، انتوا اتفقتوا معايا ان اشتري الجرام اقل من سعره بربع جنيه. انا اشتريته اقل من سعره ب 30 قرش، يبقى الفرق ده من حقي. حقك والله العظيم حقك. يا سلام حقك طبعا. بس بقول لك يا بابا، ما تسيبك مشتري من البريزة ده الله يكرمك، ما تبصش تحت رجليك، خلينا نشوف شغلنا بقى. وحطمك لا هو ده شغلنا. لا يا حاج مش هو ده شغلنا. اهم حاجه ان احنا كسبنا 30 قرش في الجرام. بالظبط كده يا حاج. يعني احنا ممكن لو بعنا دلوقتي في كل جرام نكسب 30، بس لا احنا مش هنبيع، احنا هنشتري لحد اخر الشهر. يعني يابا هنقعد نكسب طول الشهر من غير ما نبيع جرام ذهب واحد؟ ايوه، بس افرضوا يعني ان سعر الذهب نزل. طب ما ينزل. الله، ذهبنا برضه هيفضل عندنا ونستنى لحد ما هوب يروح طالع تاني. يا حاج طول ما احنا معانا سيوله وشغلنا مش متعطل احنا في الاخر كسبانين. وبعدين اطمن يابا، عمر سعر الدهب ما ينزل ابدا، بالعكس طول ما احنا بنشتري هيشح من السوق والسعر هيبقى في العالي. ساعتها بقى نفتح باب المغاره ونطلع الدهب والياقوت والمرجان. ونعمل في الوقت ده يابا السعر اللي احنا عايزينه، سعر الريان، ونقدر ساعتها نفرض السعر الاعلى مش الاقل زي ما انت كنت بتقول يا حاج فتحي. ماشي يا حاج احمد، يا ابو دماغ الماظ. ايوه بس احنا كده هنبقى عايزين يجي 20 محل عشان نحط فيهم الذهب ده كله. بالصلاة على النبي، احنا عندنا بدل المحل اكتر من 20 محل يا حاج. طب وانا هعرف منين؟ ما هو محدش قال لي. وانا بعرف عنكم حاجة يا ولاد توفيق غير اللي انتوا عايزين تقولهولي؟ بس بقى هو بيني وبينك يعني يابا، مهما كان عندنا محلات مالهمش قيمة، لازم محل في السابع، السوق الرسمي للذهب في مصر. من الناحية دي ما تقلقش خالص يا سيد الدكتور، الولا جورج بقى صاحبي وحبيبي،
هينزل يعس معايا في الصاغه كلها لحد ما نلاقي المحل اللي يليق بينا. صحيح على فكره يا حاج، انت كمان هيبقى عندك محل دهب احسن من بتاع جورج. محل دهب ليا انا لوحدي؟ انت بتتكلم جد يا حاج فتحي؟ طبعا يا حاج. في الصاغه؟ لا في المصنع. انت بتتريق عليا يا رحمك؟ لا والله يابا، المحل بدل ما هو مقفول كده نفتحه محل دهب على مستوى، حاجه تليق بيك وبينا. اهو كلها جواهر يابا. الله الله عليك يا ولاد توفيق، اهو كده الشغل بصحيح عشان ارجع الحته تاني. توفيق الريان الجواهرجي. يا رب يا رب. نتكلم بقى في المفيد، مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجه على اللي احنا بنرتبه واللي احنا بنعمله. ولا حتى امك؟ ولا حتى امي، يا دوبك على قدنا كده وحبشي جوز اختنا. مش عايز كلام بقى قدام لا خدامين ولا سكرتاريه ولا موظفين ولا سواقين.